مع مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. أصدرت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي 4 كتب جديدة، كتاب تصنيع التمور، وكتاب الزراعة العضوية، وكتاب بعنوان أجمل 50 قصيدة في حب النخلة، وفي الأخير كتاب أجمل 90 صورة فوتوغرافية للشجرة المباركة. وذلك من باب حرصها على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في نشر المعرفة العلمية المتخصصة لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مشاهدينا، معنا عبر الهاتف مباشرة سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد، وهو أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي. أهلا وسهلا فيك سعادتك. شكرا سيدي على هذه الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام. الله يسلمك العفو. دكتور، في البداية يا ريت لو تخبرنا عن تفاصيل كتاب أو الكتاب الأول بعنوان تصنيع التمور للأستاذ الدكتور سمير شاكر، وهو الخبير الدولي في إنتاج وصناعة التمور. شكرا سيدي مرة أخرى. في الحقيقة يأتي كتاب تصنيع التمور واحدا من سلسلة الإصدارات العلمية التي تعمل الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على إنتاجها، وذلك انطلاقا من أهدافها الأساسية بناء على توجيهات سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة حفظه الله، ومتابعة معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، بهدف نشر المعرفة العلمية المتخصصة في مجال زراعة النخيل وإنتاج وتصنيع التمور بمختلف اللغات، حيث أصبح لدينا أكبر مكتبة إلكترونية متخصصة في هذا القطاع على المستوى الدولي، تضم أكثر من 500 مصدر باللغة العربية، بالإنجليزية والإسبانية والفرنسية، وهذه المكتبة الإلكترونية هي متاحة للجميع، يمكن تحميلها مجانا من خلال الموقع الإلكتروني لمكتبة الجائزة. لو سمحتوا لي من ناحية أخرى، فإن كتاب تصنيع التمور يعتبر كتاب موسوعي الأول من نوعه في صناعة التمور، ويتضمن عدة محاور أساسية تركز على دراسة الجدوى من الناحية الاقتصادية والفنية لإنشاء مصنع تمور، والإجراءات الواجب اتخاذها أو اتباعها لإنشاء المصنع، إلى جانب الشروط والمعايير الدولية الواجب مراعاتها في تصميم الأبنية والمرافق لهذا المصنع، وكذلك مراحل التحضير من الاستلام، الوزن، الفحص، التقييم، التبخير، خزن وتبريد التمور، وعمليات الإنتاج المختلفة. سيدي تفضل. نعم دكتور، ماذا عن الكتاب الثاني والذي يهتم بالزراعة العضوية للكاتب الأستاذ الدكتور مجدي محمد قناوي، وهو استشاري أول وقاية النباتات؟ صحيح، فيما يخص هذا الكتاب، كتاب الزراعة العضوية للمؤلف الدكتور مجدي قناوي، فهو أيضا كتاب موسوعي لأحد خبراء الزراعة العضوية بالمنطقة العربية. هذا الكتاب على قدر كبير من الأهمية، فهو يتحدث عن تاريخ الزراعة العضوية، أهدافها، مبادئها، ما هي الفروق الجوهرية بين النظم الزراعية التقليدية والزراعة العضوية، كذلك آليات التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية، الفوائد البيئية لهذه الزراعة العضوية، القواعد والمعايير المنظمة لها، إلى جانب استراتيجية التسميد، مكافحة الآفات، مكافحة الحشائش في الزراعة العضوية. نعم دكتور، كذلك تم إصدار كتاب بعنوان أجمل 50 قصيدة في حب النخلة من أصل 1558 قصيدة مشاركة. نعم سيدي، الكتيب هذا عبارة عن ديوان شعري يضم في جنباته أجمل 50 قصيدة في حب النخلة
من أصل كما تفضلت في سعادتك 1558 قصيدة مشاركة في المسابقة المعروفة دوليا تحت اسم النخلة بألسنة الشعراء، والتي أطلقتها الجائزة منذ عام 2017. نعم. القصائد المدرجة في هذا الكتاب هي من الشعر النبطي وكذلك الشعر الفصيح، وهذه القصائد الفائزة والمتميزة التي تهدف إلى توظيف الشعر النبطي والشعر الفصيح كوسيلة مهمة في تنمية وعي الجمهور لأهمية شجرة نخيل الطمل من الناحية التراثية الزراعية الغذائية والاقتصادية، إلى جانب تشجيع الشعراء على الإبداع وكتابة قصائد نوعية، وإتاحة الفرصة أمام الجميع للتنافس بطريقة شفافة من خلال تسليط الأضواء على تجارب الشعراء الفائزين بالمسابقة. وللعلم إن باب المشاركة في هذه المسابقة الدولية النخلة بألسنة الشعراء لهذا العام لا زال مفتوحا لغاية 15 ديسمبر من خلال الموقع الإلكتروني للجائزة. نعم دكتور، أخيرا وليس آخرا يا ريت لو نتحدث أيضا عن آخر كتاب، وهو كتاب أجمل 90 صورة فوتوغرافية للشجرة المباركة من أصل طبعا 3426 صورة. نعم سيدي، إن هذا الكتاب يضم أجمل 90 صورة كما تفضلت سعادتك من أصل ما يناهز 3500 صورة من صور الشجرة المباركة الفائزة والمتميزة المشاركة في مسابقة النخلة في عيون العالم لهذه السنوات الثلاث الماضية. وكما يعلم الجميع فإن هذه المسابقة الدولية هي الأولى من نوعها عالميا التي تنظمها الجائزة منذ 15 عاما بالتعاون مع الاتحاد الدولي لفنون التصوير الفوتوغرافي واتحاد المصورين العرب، والتي تهدف إلى تعزيز علاقة الإنسان بالشجرة المباركة شجرة نخيل التمر، وذلك عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر، وتهدف أيضا إلى خلق فضاء لتبادل الخبرات بين المصورين الفوتوغرافيين بالعالم وإبراز المقومات السياحية والبيئية وكذلك التراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة. كما تأتي هذه المسابقة تأكيدا لدور عدسة المصور في إغناء ذاكرة الوطن، إحياء تراثه الوطني، ودعم برامج التنمية المستدامة. كما تعلمون الصورة تعتبر كنزا فنيا وإرثا حضاريا يساهم في تنمية العلاقة الحميمة التي تربط الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر التاريخ. لن تفوتني الفرصة أن أشير أيضا أن باب المشاركة في هذه المسابقة النخلة في عيون العالم لهذا العام لا زالت مفتوحة لغاية 15 ديسمبر من خلال الموقع الإلكتروني للمسابقة. نعم دكتور، يعني حقيقة كل الأمنيات لكم بالتوفيق. سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل على هذه المداخلة. الشكر سيدي لكم ولتلفزيون الفجيرة وطاقم العمل المشرفين على هذا البرنامج الشيق، وأمسية سعيدة لكم وللمشاهدين الكرام. شكرا دكتور، الله يحفظك. مع السلامة. مع السلامة، حياك الله.